لم يصح اللبناني بعد من صدمة انفجار مرفأ بيروت حتى عاد يراوده كابوس الأزمة الاقتصادية. بحذر شديد يترقب الشارع اللبناني مسار الوصول إلى توقف مصرف لبنان عن دعم استيراد المحروقات والأدوية والقمح. ربط الخبز هلأ صار ب2000، كان ب1005، هلأ إذا شالوا الدعم بتصير ب10,000، الفاتورة الكهرباء ب300,000، الانترنت ب300,000، يعني ضربة قاضية على الشعب، وأنا بقول لك الدولة ما بيحسوا. الخبر ليس مجرد سيناريو أو تحليل أو تكهنات، وإنما أكده حاكم مصرف لبنان الذي أبلغ رئيس الجمهورية بوجود احتياطي نقدي كافي فقط لتمويل دعم هذه المواد الأساسية لمدة 3 أشهر، عد نصفها ولم يتبقى إلا شهر ونصف الشهر. مصرف لبنان اليوم عم يدعم 90% من تنكة البنزين، وسعرها اليوم 23,800 ليرة. في حال رفع الدعم عن تنكة البنزين، دراسة طبعاً بتقول إذا كان الدولار على 7,000 ليرة بدأ توصل ل60,000. وين رايح البلد؟ الله لحاله بيعرف وين رايح البلد. منا عارفين، نحن عم نشوف، ما عم نقدر نلاقي بصيص نور لنكون متفائلين انه هلا خذ المستهلك. فيك المستهلك كيف بده يقدر يتعايش مع تانكة بنزين ب60 و65 و70 ألف ليرة؟ يا اخي انا ما عم بسمع انه بده يعتمله الدولار ب4,000 ليرة بهيدا، وانا بشك انه بيقدر يعملها. معناتها بعده عم يدعم حاكم مصرف لبنان، وقت اللي هو بده يجي يامن الدولار ب4,000 ليرة معناتها بعده عم يدعم. ما في مشكله، نحن بنتمنى يعملها، لانه اصلا وقت اللي بده يوقف الدعم وما بقى عنده بالاحتياطي، معناتها بده يقول لهم للمستوردين روحوا دبروا راسكم جيبوا هالدولار من السوق. بس لما نجيب الدولار من السوق بدك تركضي، هلا ب7 بصير ب10 وب12 وب15. التخوف نفسه ينطبق على قطاع الدواء، كون المواطن اللبناني يدفع حالياً 34% من فاتورة الدواء وهو بالكاد يستطيع تحملها، فكيف إذا رفع الدعم وتضاعفت قيمة هذه الفاتورة؟ بالتأكيد ما رح يقدر المواطن اللبناني يتحمل 5 مرات أكثر مع كل الارتفاع بباقي السلع التانية وكل المصائب اللي عنده إياها. 2، 65% من الفاتورة الدوائية بيدفعوها الصناديق الضامنة، يعني عم نحكي ضمان اجتماعي، وزارة صحة، تعاونية الموظفين، الطباب العسكرية وغيرهم. طب هدول كلهم عندهم ميزانيات بالليرة اللبناني محددة، الضمان عنده إيرادات، بس إيراداته كمان باللبناني ومربوطة بالمعاشات وهي على انخفاض. النظام الصحي هو خط أحمر، واليوم منقول إذا تم رفع الدعم فنتائج كارثية على المريض وكارثية على القطاع الصحي. يعتبر الاستيراد أحد أهم أسباب تراجع احتياط النقد الأجنبي إلى جانب ضخ الدولار في السوق لتلبية احتياجات العملاء ودفع مصاريف الحكومة وتزويد المصارف التجارية بالدولار. هذا ويستنزف لبنان شهرياً من احتياط النقد الأجنبي ما يقدر ب600 مليون دولار. الخطر الحقيقي بدأ يلوح في الأفق فعلاً، واضعاً الشعب اللبناني أمام مجاعة حقيقية. أما الحلول فمرهونة بإصلاحات سياسية واقتصادية، بمحاربة الفساد، وبالقضاء على التهريب عبر المعابر غير الشرعية، ليتم بعدها تقديم المساعدة والدعم للبنان. لراديو صوت بيروت انترناشنال، غيدة جبيلي، بيروت.